حبيبي السلام عليكم، ما شاء الله تكونوا بيان، كي راكم دايرين غايه بخير. لا فامي كاع بيان، صحه كاع الشبيبه اللي تبعنا، ناس البلاد، ناس فرنسا، ناس المانيا، الحراقه وين ما كانوا، الجاليه الجزائريه وين ما كانت، في كندا، في امريكا، في فرنسا، في الانجليز، في لاجيري، فرنسا، تركيا، غوانتانامو، لا كوريا، لا شين، وين ما كنتم مرحبا بكم خوتي. تحياتنا لكم، والله العظيم نبغيكم من القلب كما انتم تبغوني، ربي شاهد على ما اقول، ربي يخليكم احبابي على اي حاجه، اي كلمه قلتوها لي في لي كومونتير اللي فاتوا ولا في لي ميساج بريفي اللي لحقوني في الانستغرام تاعي هو لي فلوك. وربي يخليكم، ميرسي بوكو، ونتمنى ان شاء الله نقدم لكم صوالح شابين في لي فيديو اللي راهم جايين ان شاء الله. خاطر دروك راني ندير الحاجه غير اللي بغيتوها انتم، قلتوا لي عاود ليستوار، انا مازال ما دخلتش في الخدمه غادي كي نكملوا ليستوار ندخلوا في الخدمه ان شاء الله. نتكلم عليكم حبايبي، دعموني في هاد لاشين باش تطلع. اللي ماش دير ابوني دير ابوني، درو كيما راك خويا روح دير ابوني، ولا راك دير ابوني كيما راك روح دير لي جيم باش الفيديو يطلع باش يتفرجوا بزاف ناس. صح حبيبي خوتي، راكم تعرفوا لي صور، اللي ما يعرفش لي صور نجيبها له دروك من تاني. دروك انا لي صور تاعي بدات من الوهره، غادي تكمل في الالمان، رانا عادك في الشهر الاول في الالمان كيما حكيت لكم لا دينيير فوا، بعد ما تعلمت النافيغي الخياشة، وتحية لكاع الخياشة اللي راهم في اوروبا، ماشي غرضهم مقدر عليهم، وربي يهدي ما خلق، وكل واحد الله يسهل عليه، اللي دا بصحته اللي ما داش بصحته. المهم دراهم الحرام ما درنا بهم والو، صاي دراهم الحرام ما درنا بهم والو، هذا ما كان خوتي. اللي بغينا يبغينا كيما رانا، واللي كرهنا ما راش يديرنا في جيبنا، هذه هي خوتي. صاي شكرتكم كاع وقلت لكم ربي يخليكم، ودرت لكم ديديكاس كاع سيكونس ولاية، كاع اللي تبغوني، كاع اللي راكم معايا في الانستغرام ولا راكم معايا في اليوتيوب، شيرات وشاشره وخالاتي كبار، سمحوا لي بالك راني نقول الهضره ما تعجبكمش ولا على باليكم تفوتوا وتقولوا لي دايس ماط علينا، ما راكمش تبغوا تتفرجوا الفيديو كومبلي، تفرجوا الفيديو كومبلي خوتي. كما قلت لكم بعد ما تعلمت النافيغي شويه قش شويه سراويل شويه تريكويات شويه فيستات، نهار ما عندكش مين تصرف تروح تدي سله تاع ماكله راك فاهم، نهار ما عندكش باش تدور تروح تدي شويه شامبوان شويه ديودورون منا، والفت هذيك لا روتين. كي والفت هذيك لا روتين ساعه هكا بالويكاند، هكا سامدي ديمونش، تاني ندورو في الليل نروح البلايص اللي سهروا فيهم لي ديسكوتيك وكل شيء، نافيغو نهار تنافيغي تليفون، تنافيغي هكا بورتموني، تنافيغي واحد راقد حط ميكرو حدا تدي له في التران وتروح في التران، كنا ضروري راقد في الترانات منا. الشبيبه كاع اللي يخدموا المانيا عرفوا شو، ولا ماشي كاع عندهم العفويه وكل شيء باش ينجموا يصارعوا، ثاني كل واحد حر في نفسه، اللي بغى يجي يصارعكم يصارعكم، اللي ما بغاش الله يسهل عليه. صاي انا ماشي طريقي، انا باش راني نحكي لكم باسكو ماشي طريقي، انا كون جيت انسان داير هكا انسان خاين ما نسواش ما نحكي لكمش، انا هذه ماشي طريقي تما بالسيفة ليا بغيت روحي فيها، والله العظيم بالسيفة ليا، ما كاش كي ندير نجيب، ما كاش لي حل بني، ما كاش لي ورا لي وين نخدم، ما كاش لي ورا لي وين نافيغي راك فاهم. تما السطاج الاول اللي فت عليه قالوا لي ها لازمك تدي الريحة باش تبيع، لازمك تدي السراويل باش تاكل، لازمك تدي التريكويات، لازمك تدي القش، لازمك تدي هادي، لازمك تدي هادي، واحد يجي يقول لك خصني هاد الاديداس هاد البوانتي روح جيبها لي، واحد عنده كواعطي يفدك معاه في روطو يقول لك نديك بلاصة مليحة نافيغي فيها غاية، أرواح نوري لك يديك انت تسرق تخرج تركب معاه في اللوطو يخلصك يدي لك السلعه انت تحلالك تولي تقول فازي هاكا مليحه نافيغي. بعد ما تعودت على هذيك الطريق سي بون، ولات هذيك هي كيما نقولوا الميتي تاعي بين قوسين اوكي. واحد النهار صاحبي مرته بغات تهود لباري، هي رافقتهم انايا باش نروحوا لاكار نركبوهم، وهذه لاكار في واحد المدينه سموها كولن، رحنا من اخن مدينه حدوديه مع بلجيكا لمدينه كولن. اي واقفين هكا نقراو لكم فاتيراج الوطا دي كلونديستان كيما اللي طلعت فيهم الباري الالمان، كاين من المانيا وداك البلجيكا يديك بروكسل يديك الباري كفان، كانت غير 50 اورو دروك ما على باليش على الراي 50 اورو. مهم صاحبي باغي يرسل مرته تهود الباري لدارهم باسكو صاحبي وهراني ومرته وهرانيه عندها جنسيه فرنسيه كان عايش في الالمان، وانا كنت قاعد معاه كيما تعرفوا على حسب ما طاوني الدار وبلعتها، هذيك الدار اللي طاوها لي في الدوار بلعتها، انا كنت قاعد مع صاحبي باسكو الروح بالروح كيما يقول لك. شفنا واحد المدامه واقفه
هذا المدام واقفة كانت شابة لابسة نواغ فاليز تحتها منها سبانش كبيرة صغيرة هيا بعد بشوية بشوية قدمنا حداها هكا هنا نيتنا باش نركبو في اللوط تركب الشيرة في اللوطو وتهود مرت صاحبي هي كانت واقفة جات عندي قالت لي كنا زي ما بيتا فاي قبل فاي توك زعما طيني بريكا وانا ما كنتش ما كنتش نفهم اللغه كنت هذاك في شهر ونص هكا شهرين جديد في المان هذاك مخلوع مازال في الدهشه تاع المانيا فاهم خويا يعني ما نفهم والو قاعد نتمشى وحل فمي وصاي اي مرت صاحبي قالت لي عطيها بريكا عطيتها بريكا شعلت قارو منها اي قعدت تهضر مع مرت صاحبي ديسكوتو بيناتهم شوية أونجلي شوية ألمانية منا قلت لها آه راكي أونسيت منا قلت لها واه قلت لها هذا راجلي وقلت لها داك شكون قلت لها هذا صاحبه قالت تشوف فيا قالت تشوف فيا إيه قلت لي شيرة وقيلا عجبتها قلت لها أنا ثاني عجبتني هي قلت لي قولها تروحي تشوفي معايا قلت لها تروحي تشوفي معايا حاجة قلت لي شنو معايا قلت لها تشوفي معايا كوكا تشوفي معايا فونتا تشوفي معايا فودكا قلت لي ما نشربش قهوه قلت لي بصح نروح معاك نشرب حاجه ودخل غير تما في لاكار زعما انا عرفتها تشرب حاجه قلت كاين بزاف يقول لك تعرفون سافي لالمان في الديسكويات وكل شيء انا زهري عرفتها عند لاكار تاع تل الناس وفي المدينه تاعها يعني كيما يقولوا هو هرم مدينه جديده وين نسكن انا زعما غير تما فاهم رحنا نشربوا حاجه سمحت لي صاحبي مع مرتاه خليتها معاها باش يركبها قلت له فوالا راني في كافيتيريا فلانيه دخلنا ريحنا شي حسيتها باللي ديرون جيتها ما نعرف نهضر كيفها ما تعرف تهضر كيفي وليت نكتب لها بالتراديكسيون وليت تكتب لي بالتراديكسيون ترجم العربيه وانا ترجم الالمانيه يا خويا قلت لها تروحي معايا للدار قلت لي وين تسكن قلت لها فوالا وين نسكن قالت لي نروح معاك ما سقسيتهاش على عندها منها ما سقسيتها وين تسكن ما سقسيتهاش شنو دير في حياتها والو المهم رحنا ركبنا خرجنا طلعنا للتران كي جينا للتران قالت لي انا عندي كارطه قالت لي بصح ما تركبنيش كارطه تاعي المدينه تاعكم قالت لي كارطه تاعي تركبني غير في المدينه تاع كولن قالت لي المدينه تاعكم لازم نشري تيكي وما عنديش دراهم قلت لها صح شريت لها تيكي رحنا لهذيك الدار تاع صاحبي ريحنا زوج ساعه زوج من قالت لي راني جيعانه واحد يهضر صح قلت لها تهودي تاكلي قالت لي لا هي تما درت لي طوملات هكا شويه كفته مرقاز كلينه جات الحشيه خاطر باينه بلي ما غاديش تنوض طيب هي راهي جايه ضيفه وانا غادي تنوض طيب دار تاع صاحبي تنوض طيب ديريكت بعد صاحبي جا دخل شومبر تاعو بلي عرقد جات الربعه الخمسه قرا على الشيره تقول لي واري غدوه غادي نروح لدارنا اليوم حشيه وصلني للتران مترو شيره ما قالتليش قلت لها تقعدي معايا قالت لي واه نقعد معاك المهم دخلت تدوش حيت صاحبي متزوج مع المانيا قلت له واري هذا واري عقلوا عليه يسكن في هامبورغ عقلوا عليه مليح هو واري هذا قلت له هو واري قلت له راهي معايا وحده جبتها من لاكار قلت لها صغيره قلت لها ما على باليش المانيه قال لي زعما المانيه هذه قلت له هو قال لي تشو صور لي النكوه تاعها حليت لها الساك جبت النكوه صورتها ارسلتها لها قال لي هذه منهم قال لي شفت فيها بيديك وكريك قال لي الله يبغيت تقعد معاك قال لي صايك وعطيك قال لي درتك واعطيك هي قلت لها شركت تهضر وين درتك واعطيك قلت لها نهار ما فوتت حتى معايا قلت لها ماني فاهمه ما راهي فهمتني ما والو قال لي واه قال لي شفت فيها اي قلت لها صح دخلت دوز خرجت من النار قعدنا قاعدين نضحكوا ونلعبوا منا هكا ديسكات هي تهضر بشويه انا نهضر بزقه عربيه شفت الماكله ناكلوا ماكله كاع بيزار منا خرجت الماكله تاع العرب والماكله تاع الالمان ماشي كيف كيف هنا نغمسوا بيدينا ناكلوا وما نو وما حاجه اخرى انا ماكش نعرف ناكل فرشيط وخدميه طلعت لاوروبا يعني يعني بدون تكبر يعني فاهم انا دروك بيتزا ناكل فرشيط وخدميه بصح من قبل ماكش نعرف شفتني ناكل ناكل بيديو غمس منا قلت هادو اكران هادو هادو ماشي بني ادم هادو راني نقول لك شفت التغمس لاصوص ما فهمت والو قال الاول في الليل كتبت لي تراديكسيون يعني انا نهضر بكل شفافيه بكل عفويه وما عندي ماش نحشم كتبتها لي مترجمه باللي انا قاصر يعني انا مينور كي قالت لي انا مينور قريتها انا قاصر ماتلي دراع وكراع ماتلي دراع وكراع نقول لك ما بقيت ما ندير
قعدت نخمم نطلع ونهود هذيك الليله بالدقات. غدوه انقرحها تقول لي نروح، المهم فوتناها شابه. غدوه انقرحها تقول لي تروح، ما بغاش تروح. قلت لك لا انا قعد معاك، قعد معاك مي بصح انا سي اوبليجي عليا نروح نخون، انا ما عنديش شكون يعطيني بابا. سي اوبليجي ندي ساك الومنيوم تاعي، هذا ساك الومنيوم، النقطه هذه باش نوضحها لكم، هذا ساك كيف ندير نبين لكم، ساك ان ساشي تاع كاعد تخدمها انت بالكرتون كيما القالب تاع الكادو، وتبلع عليه بالالومنيوم، دير له 14 دوره ولا 28 دوره تاع الومنيوم. الومنيوم تصنعه يولي كيما قابصه يعني بواطه تاع الومنيوم، نديرو فيها الصوالح باش كي تجي خارج عند الباب ما تصونيش. هذا نعيطوا له الساك الومنيوم. قلت لها انا سي اوبليجي لي ندي ساك الومنيوم ونهون. ما بغيتش نحل بها من نهار الاول ومن نهار الزهوج بلي انا نسرق، فهمتوني؟ وليت كي نجيب الصوالح نخليوها في الدار، نروح كي نجيب الصوالح ما تشوفهمش، نروح نبيعهم برا برا ونجيب الدراهم ونشري المصروف ومن هنا نخرج ندور ما على بالها بوالو. صافي فهمتوني؟ ورانا نهضروا تراديكسيون ترجمه بالعربي، انا ترجم لها بالالماني. والديها يعيطوا لها انا ماني فاهم والو، اختها تعيط لها انا ماني فاهم والو. المهم انا عيطت لدارنا قلت لهم راني مع المانيه منا صاي غادي نتزوجوا منا نخدمك واعطي، جبت الرقاد الروحي. المهم كنت حاسبها هذيك المراه هي المراه اللي غادي تكمل معايا حياتي، بين قوسين خرجت صفر. واو الدروك راه عندي شهرين ملي نعرفها، ومازال غادي تطوال العيشة لو تطوال وتطوال 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 وتدير فيا المنكر. عزيزي المشاهد وشوفتني المرار واخويا سوفريت بسببها، لحد الان مازال راني سوفري. الفيديو تاع اليوم غادي نخليه لكم كيما راه، نتلاقوا في حلقة القادمة ان شاء الله. الحلقة تاع اليوم حكيت لكم كيفاش تعرفت عليها، المكان اللي تعرفت عليها فيه، وغادي نخرجها من دار صاحبي ونديها للدوار وهي بنت مدينة ويجو يدوها لابوليس من عندي. تابعوني في الفيديو القادم، اللي ماش دير الاشتراك يدير الاشتراك ويفعل الجرس باش كي نحط فيديو يجيك خويا، واللي بغى الانستغرام تاعي هو ريفلوك. دعمونا بلايك ومتابعة، وربي يخليكم كاع الناس اللي تبعني وديري لي كومونتير شابين، ميرسي بوكو. وهذوك الناس اللي عايروني مانيش نديها فيهم، وتحياتي لكل كل كل ابناء الوطن من الشرق للغرب للجنوب، 50 ولايه 58 ولايه، كاع نبغيكم، كاع اللي تواصلوا معايا، كاع لي كومونتير، كاع لي دير لي جيم، كاع لي تفرج هذا الفيديو، مرحبا بك خويا في قناه هواري فلوك، هواري حراك جزائري مطرود من المانيا. تعرفوا واش راه جايكم جديد من القدام يا خوتي، غادي نشوقكم، غادي نشوقكم. اي دعمونا الحباب زينين، غير بلايك ومتابعه، غير بلايك ومتابعه، وبارطاجي مع احبابك، بارطاجي مع احبابك خويا، بارطاجي مع احبابك، خلي الفيديو يطلع. غنولو كيما خوبايب خوتي، غنولو كيما خوبايب، 100 مليون متابع ولا 2 مليون متابع ما نستاهلوهاش. واحد يخدم على روحه ويدور ويحوس ويتقف ويعلمكم وبزاف صوالح، يوريكم كلشي قدام عينيكم. يا خوتي نتمنى ما تخذلونيش، ان شاء الله انا نكون عند حسن وع عند حسن ظنكم. وكاين بزاف ناس راهي تعلق لي على اللغه تاعي العربيه، الله غالب ما نعرفش نقرا اللغه العربيه، ما قريتش انا سنه 7 طردوني من ليكول. ايا وهذه هي وهذا هو، وراني توجور نحط لكم لي فيديو كي راني طول يومي ثلاث ايام باسكو نسبه المشاهده راهي قليله اخوتي، ولازم رانا 36 الف ما شاء الله متابع، لازم قاعد يتفرجوا لي فيديو. علاه ما كنتش بارطاجوا لهم؟ بارطاجوا لهم خوتي باش يجوا، ديروا لي جيم باش يطلع الفيديو. ها سيدي هاو كي نهضر معكم دروك نقلبها المانيه ولا كيفاه؟ يا خوتي ما بغيتش نطول لكم الفيديو، خليت لكم كيما هكا باش 24 ساعه نزيد نحط لكم فيديو واحد اخر، كيفاش كنت عايش مع الالمانيه، شا صرا لي مع الالمانيه، وراه جاي الحبس وراهم جايين بزاف صوالح اخرى يا خوتي، وراه جاي الحمل وراه جاي بزاف صوالح. دعمونا ومرحبا بكم خوتي، تحياتنا لكم، وربي يخليكم كاع لي فاميلي تبعوني، كاع الامهات، كاع الهجالات، كاع العزبات، كاع الشاشرات، كاع المتزوجين، الجاليه الجزائريه كبار الصغار 60 عام 50 عام كاع. تحياتي لزكريا، نديرو ديديكاس دراوي خليفه زكريا،
وناس كندا تحياتي الفريد، وناس امريكا تحياتي الحميد، وناس المانيا واري، وناس المانيا تحياتي الدحو، وناس باري تحياتي الوالي وغاشي وغاشي مارسي، تحياتي زكريا وعرب الجي، تحياتي بيتشاكا وعرب الجي، تحياتي كاع حبابي اللي يبغوني، كاع حبابي اللي دعموني، موسى لحسن قاع 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 شي قدني تفكركم، نبغيكم نموت عليكم، ياسين وناس المانيا، بلال وناس ديزلدوف، تحياتي قاع حبابي اللي يبغوني وين ما كانوا، وديروا لي دي كومونتير هنا الخطره الجايه ندير لكم ديديكاس. السلام عليكم الاحباب.